برنامج الحكومة وسياسات الحكومة بالكامل قايمة على عدد من الأهداف على رأسها بناء قول الإنسان قول المصري. في الوقت الحالي اللي احنا بنشوف فيه كل مؤسسات الدولة يعني بتقوم بالتعاون بينها وبين بعض في العمل على تأهيل الشباب وتدريبهم وتمكينهم، لكن شفنا شكل من أشكال التعسف من وزارة المالية في صرف المستحقات اللازمة لنفقات الأكاديمية الوطنية للتأهيل والتدريب. وفي حقيقة الأمر ده بيوقفني قدام نقطة خطيرة، لأن الأكاديمية بالنسبة لينا الشريان الذي يدفع بدماء جديدة لكافة مؤسسات الدولة بعد تأهيلها وتدريبها. فلو كان هنالك معوقات في المخصصات المالية والبنود اللازمة لتلك الحركة، هنلاقي نفسنا أمام حالة جمود ومش قادرين نضخ بشباب مؤهل ومدرب على أعلى مستوى لكافة مؤسسات الدولة. حقيقة الأمر إحنا حطينا إيدينا على المسألة دي، بالأخص لما شفنا الوضع المالي للأكاديمية منذ إنشائها بقرار السيد رئيس الجمهورية 434 لسنة 2017 حتى تاريخه، واكتشفنا كم معوقات كبيرة جدا وضعتها وزارة المالية في تمويل الأكاديمية، سواء كان برفضها الموازنة الافتتاحية للأكاديمية، سواء إن تم إقرار مخصصات ومساهمات مالية في قانون الموازنة العامة وزارة المالية ما نفذتهاش. وفي حقيقة الأمر هنا بقف قدام تساؤل مهم، لمصلحة مين؟ لما تكون كل مؤسسات الدولة وحضرتك شاهد على تلك المسألة بتدفع فكرة تأهيل الشباب وتمكينه على كافة المستويات، نيجي احنا ونسد المسألة دي من المنبع بخلاف لكافة الاتجاهات المتعلقة بالقيادة السياسية وكافة السياسات التي تم طرحها علينا كمجلس نواب واعتمدناها. وعلشان هنا احنا وقفنا امام هذا الوضع وبنقول لحضرتك لن ندخر اي مجهود او اي اداة سواء كانت رقابة او تشريع علشان نذلل العقبات لمسيرة الاكاديمية الوطنية للتأهيل. قول لي بس يا سيادة النائب، قبل ما نتكلم على يعني احنا بلد واحدة، عندنا رئيس، عندنا حكومة واحدة، احنا مش في جزر منعزلة. اتكلمنا على الأكاديمية، وزارة المالية رافضة اعتمادات الخاصة بفلوس الأكاديمية. لك أن تتخيل مش بس اعتمادات كده، نعم، الاعتمادات دي تم إقرارها بقانون. يعني أجد مثلا أن من 2019 ل 2020 تم إقرار مبلغ معين، تيجي وزارة المالية ترفض أنها تصرف جزء كبير منه يوصل ل 188 مليون جنيه. لمصلحة مين الكلام ده؟ طب الكلام ده تم إقرار وفقا للقانون، إذن الخروج عن هذا الأمر هو تعطيل للقانون، وتعطيل للقانون في مرفق حيوي كلنا بنفقر فيه في كافة المحافل الحالية والدولية، وبنقول إحنا عندنا أكاديمية وطنية للتأهيل والتدريب قادرة على صناعة كوادر في كافة الاتجاهات وضخ دماء جديدة في كافة مؤسسات الدولة. وفي حقيقة الأمر إحنا كجيل من الشباب حريصين ان المسيره دي تستمر، وان شباب مصر يستفادوا من الاكاديميه دي ويتم تاهيلهم على اهل على مستوى. هل يا سياده النائب الاكاديميه خطبت وزاره الماليه يا جماعه في حقوقنا فين؟ القانون اللي اتعمل، التعديلات، تم الفلوس، تم مخاطبات كبيره جدا، الرد، تم مخاطبات ورد حاضر تمام موافقين ولكن بدون تنفيذ. اخر مره امتى؟ لا ده كم مخاطبات كبيرة جدا يعني أنا لو شفت كم المخاطبات وأنا بشوف الوضع المالي للأكاديمية تحديدا في المخصصات اللي تم حجبها بدون سند قانوني في 2000 موازنة 2019-2020 كم كبير جدا وبدون تنفيذ. لا طب الأكاديمية دلوقتي بتصرف منين؟ الأكاديمية عندها أصلا عدد من البنود لكن الوضع بالنسبة لها صعب جدا ماليا، وده اللي خلانا نحط قدام هذا الأمر. حقيقة الأمر أنا محتاج أزل العقبات، مش أحط عقبات وأشوف اللي قدامي. قبل عقبات هذه الأكاديمية الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان في فرنسا قرر أن ناخد هذا النموذج اللي موجود، مش كده، ناخد نموذج اللي في فرنسا نعمله في مصر بالظبط. فحاجة بتقول لي الأكاديمية النهاردة مش لاقية تقريبا فلوس، في قيود ضخمة مالية عليها بسبب تعنت وتعسف السياسات الخاصة بوزارة المالية. أنا مش بقول لحضرتك مساهمات جديدة، أنا بقول لحضرتك
بنود ومساهمات تم إقرارها في الموازنة العامة لسنة 2019-2020 وزير المالية رافض أن هو يسلمها للأكاديمية. ما حدش يتكلم مع دكتور محمد معيط يا سيادة الوزير، الأكاديمية وأهمية الأكاديمية، وطالما في اعتمادات لهذه الأموال ليه بيتم زي ما حضرتك بتقول عدم صرف هذا المبلغ للأكاديمية الوطنية للتدريب والتأهيل؟ يعني بشكل واضح جدا انا يعني ايوه تحليل حضرتك ايه اول الكلام اللي وصلتوا له ايه هو؟ احنا دلوقتي بنتكلم وبنقول اهميه تلك الاكاديميه وبنقول على وزاره الماليه ان تنفذ القانون وان تنفذ الاستحقاقات الدستوريه المتعلقه بتلك المساله وان تنفذ سياسات الحكومه اللي هي جزء منها لان احنا مش في جزر منعزله. لما اجي النهارده خلال الفتره اللي فاتت وانا عضو في مجلس النواب وبسمع برنامج الحكومة ويتم تجديد الثقة فيها